السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: موجة جديدة من القمع الحكومي تطال ثوار العراق المنتفضين. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه لأن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى منكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. مشاهدينا، قبل الدخول في التفاصيل نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن انطلقت موجة جديدة من المظاهرات الرافضة للعملية السياسية في العراق والمطالبة بإسقاط النظام ومحاسبة قتلة المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين الأبرياء من ثوار تشرين الذين تستمر حكومة الكاظمي في قمعهم رغم كل الوعود الحكومية، حيث شهد الأسبوع المنصرم أحداثا دموية أدت إلى إصابة عدد من المتظاهرين ومقتل عنصر من الشرطة على يد القوات الحكومية والميليشيات التي استخدمت السلاح حتى ضد بعض من أفراد الجيش الذين وقفوا مع المتظاهرين في الناصرية ضد الآلة الحكومية القمعية من قوات مكافحة الشغب وقوات حفظ القانون. كما شهدت محافظات البصرة وكربلاء وبغداد وغيرها من المحافظات مظاهرات منددة بالقمع الحكومي ومساندة لثوار ذي قار الذين أثبتوا أنهم رأس الحربة في ثورة تشرين في الوقت الذي خفت فيه حدة التظاهرات في بعض المحافظات. هنا نتساءل مشاهدينا الكرام، لماذا تستمر حكومة بغداد بنهجها الدموي في التعامل مع ثورة تشرين التي وضعت السلمية على رأس أولوياتها؟ أيضا، من المتحكم بالقرار الأمني؟ هل هو مصطفى الكاظمي أم الأحزاب والميليشيات التي باتت كما يرى كثيرون هي المسيطرة على كل مفاصل الدولة؟ أيضا، كيف سيتعامل العراقيون المنتفضون مع الآلة القمعية الحكومية والميليشياوية التي طبعا تتعامل معهم بالحديد والنار كل يوم في ساحات التظاهر؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا خلال الأسبوع الذي مضى مشاهدينا الكرام، بداية من الأسبوع الماضي، شهد هذا الأسبوع محاولة لاقتحام ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية من قبل القوات الحكومية، قمع للثوار، لكن استرد ثوار مدينة الناصرية ساحة الحبوبي السيطرة يوم الأحد مساء على ساحة الحبوبي في المدينة بعد طبعا أن أجبروا القوات الحكومية على الانسحاب من هذه الساحة. ناشطون في التظاهرات أكدوا إصابة 5 أشخاص في الأقل من المتظاهرين، وطبعا القوات الحكومية والميليشيات استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى مقتل شرطي من القوات الحكومية سقط على يد زميل له في الشرطة أيضا أثناء محاولة استخدام السلاح ضد المتظاهرين. الآلة الحكومية الإعلامية
والميليشياوية كذلك والحزبية حاولت تشويه صورة التظاهرات وأن المتظاهرين يستخدمون القمع ويستخدمون العنف ويستخدمون السلاح ضد القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل هذا الشرطي. لكن بثت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولتها وسائل الإعلام، حتى بعض وسائل الإعلام بشكل واسع، طبعا على رأسها قناة الرافدين، أثبتت أن متظاهري تشرين قاموا بالمشاركة بتشييع جثمان الشرطي الذي سقط على يد أحد أفراد القوات الأمنية بعد أن أطلق النار عليه، وإن كان عن طريق الخطأ لكن أطلق النار عليه أدى إلى قتله. هذا الموضوع يثبت أن ثوار تشرين حتى يتعاملون حتى بهذه الروحية مع من يحاول قتلهم. الشرطي الذي قتل هو كان من الأفراد الذين حملوا السلاح ضد المتظاهرين، لكن مع هذا لا يمنع أنه من الناحية الإنسانية عندما يأتي وقت بهذه الصورة تكون الحالة، يساهم ثوار تشرين بالمشاركة بتشييع الشرطي الذي سقط على يد زميل له في القوات الأمنية. شهدنا أيضا حالة جدا حقيقة تفاعل معها العراقيون بشكل كبير، وهي وقوف بعض من أفراد الجيش مع المتظاهرين في محاولة لحمايتهم من إطلاقات النار المستمرة ضدهم، كانت من قبل قوات مكافحة الشغب والشرطة وقوات ما تسمى بحفظ القانون وغيرها. دائما ما تستخدم الحكومة مصطلح التصرفات الفردية لتبرر قمع قواتها للمتظاهرين، للانتهاكات التي تحصل من قبل ميليشيات، للانتهاكات التي تحدث ضد العراقيين بمختلف المحافظات العراقية على يد الأفراد الأمنية. لكن في ثورة تشرين يستخدم العراقيون هذه الجملة فعلا اللي هي التصرفات الفردية ليصفوا الحالات الإيجابية التي تحدث معهم من قبل القوات الأمنية. لو قلبت طبعا، وإحنا شاهدنا بعض التصرفات الإيجابية من قبل بعض من هم في الأجهزة الأمنية، لكن قلة قليلة للأسف الشديد. يتمنى العراقيون أن تكون هذه التصرفات على شكل أعم، شكل أشمل، بالقوات الأمنية المعنية بحماية الناس، بحماية المواطنين، أمنهم وسلامتهم وحياتهم. لكن على الأقل هناك حالات نعم يجب أن تذكر، وهذا الموضوع طبعا هو يثبت أنه لا يزال هناك ضمير، لا تزال هناك روح إنسانية يتم التعامل واستخدامها في بعض المواقع من قبل بعض من الأفراد الأمنية بمختلف الصنوف. لكن للأسف الأعم والأشمل هو استخدام السلاح ضد المتظاهرين. عندنا اتصال السيد محمد من الناصرية، تفضل حياك الله. الله يخليك، شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام. حياك الحقيقة تظاهراتنا بالناصرية احنا مستمرة، نعم. ليس منذ اليوم ولا من تشرين، ولا يعني تظاهراتنا خرجنا من أجل العراق، نعم. وكنا نشارك في ساحة التحرير وفي أغلب ساحات التظاهر في العراق. الغرض من هذا هو إسقاط المنظومة السياسية الفاسدة والفاشلة، نعم. وليس العمل معها. لم نخرج حقيقة، بعض المطالب، هناك بعض المطالب الشخصية أو المطالب التي يرفعها البعض، هذه الأمور لا تعنينا، نعم. نحن خرجنا بسبب هذا الظلم والقتل والقهر والفساد، نعم. وأيضاً بوجه هذه الميليشيات التي تقتل وتحاول أن تكتب أصوات أغلب العناصر الوطنية التي ترفع صوتها من أجل استرداد البلد. الحقيقة العراق الآن مختطف. أوضح لك الصورة وأنا متظاهر، يعني يعني مشارك بكل قبل التظاهرات. العراق الآن حاليا مختطف، نعم. من مختطف؟ من هذه العناوين، مختطف من هذه الميليشيات الموالية، قسم منها إلى إيران وقسم منها إلى أمريكا وقسم منها إلى يعني إلى دول عديدة حقيقة. لذلك نحن نقول الميليشيات، يعني تساؤلات كان عديدة، أنا متابع البرنامج منذ البداية، نعم. الحقيقة تساؤلات عديدة يعني حضرتك اقترحتها، وأنا أجيب على البعض منها إذا كان يكون أكو وقت للرد. تفضل. للتوضيح وليس للرد أخي العزيز. نعم. أولا الكاظمي هو أداة. الكاظمي أداة للميليشيات، نعم. من جاء بالكاظمي هو الفتح وسائرون. نعم. وسائرون معروف لديها جناح ميليشياوي أو جناح عسكري وهم سرايا السلام. نعم. والفتح أيضا لديهم منظمة بشر. وهذه قضية معروفة للعراقيين، احنا بعد 17 أو 18 سنة لا يوجد شيء خافي على العراقيين. نعم. هم يحاولون يعني خلط الأوراق أو
أو التمسك بالمذهب أو مظلومية المذهب أو المظلومية، هذه الأمور لا تخفي. أنا ابن الناصرية أتحدث معك، هذه الأمور أصبحت لنا واضحة جدا ولا تعنينا هذه الأمور. نحن ننادي يعني بس على أيضا الواقع. أريد جواب من حضرتك باعتبارك أولا قبل كل شيء أنت مواطن عراقي وثائر من ثوار تشرين، من صاحب القرار برأيك الشخصي في العراق إذا كان مصطفى الكاظمي من وجهة نظرك هو أداة بيد الأحزاب وبيد الميليشيات؟ القرار بيد هذه الميليشيات، بيد هذه الأحزاب. لمن ولاء هذه الأحزاب؟ أنا أسأل. لنعرف جيدا بأن الفتح ومنظمة مدينة ما تشكلها في إيران، ولنعرف بأن السيد مقتدى الصدر الآن هو الجناح العسكري وهو من استقبل وهو من جاء بالكاظمي. هم يدعون بأن الكاظمي جاء من خلال المتظاهرين. نحن ليس بكتلة برلمانية، نحن لا نطالب بالكاظمي ولا غير الكاظمي ولا نطالب بأي شخصية. ولا يعين الكاظمي ولا عادل عبد المهدي ولا حيدر العبادي ولا تعين هذه الأسماء. نحن نبحث عن بناء بلد، نحن نريد أن يعني بلدنا يستقر، ونريد أن يكون ولاء العراق للعراق. طبعا هذه الإشاعة التي أطلقتها أحزاب السلطة بأن الكاظمي جاء عن طريق، وبما فيهم الكاظمي طبعا، جاء عن طريق ثورة تشرين، فندها مقتدى الصدر بتغريدة وقال بأنه أنا الذي جئت بالكاظمي. يعني هو اعتراف واضح وصريح بأنه الصدر هو الذي يقف خلف قدوم الكاظمي للسلطة، ولا علاقة للثوار والمتظاهرين بهذا الموضوع. أخي العزيز، نحن نقول بصراحة نحن لم نخرج لتغيير عادل عبد المهدي ومجيء الكاظمي، ولم نخرج ضد حيدر العبادي لمجيء عادل عبد. نحن نخرج ضد منظومة سياسية فاسدة وفاشلة. نحن نخرج من أجل بلدنا ومن أجل إسقاط هذه، وما بني على باطل فهو باطل. نحن نخرج ضد الدستور الذي كتبته الأيادي الأجنبية الأمريكية. نحن نخرج ضد ميليشيات تقبع وتقتل وتخطف وتلقي العبوات الليلية أو حتى في النهار. اليوم عبوات هناك في بغداد مساء في الساعة 7 و8. وأيضا لدينا يعني تفجيرات، ولدينا احتقارات، ولدينا عبوات ناسبة، وخاصة في مثل هذه الأيام الخميس على الجمعة. ما أدري شو يعتبروها، يعني قد يعتبروها من بعد ما أدري شو يسموها بالنسبة لهم يعني حقيقة. لذلك كل هذا احنا خرجنا ضد منظومة سياسية بأكملها. والذي يحاول أو يريد بعض مع الأسف يعني بعض المتظاهرين، بعض الأخوة المتظاهرين يحاولون تشكيل كيانات مشاركة هؤلاء الفاسدين. أنا ومجموعة كبيرة من المتظاهرين في ساحة الحبوب ضد هذه التوجهات حقيقة، ونعلن ذلك من خلال بعض الفضائيات ومن خلال هل يعتبر هؤلاء من يحاول أن يعقد تحالفات مع السلطة أو اجتماعات أو لقاءات، سميها ما شئت، وشفنا هاي النماذج عن طريق شيوخ وعن طريق بعض الأشخاص اللي طبعا روجت لهم السلطة بشكل كبير بوسائلها الإعلامية أنه هذا وفد من المتظاهرين وناقشنا وحلينا ووعدنا وكذا، هل يعتبر ثوار تشرين أن هذه الفئات من المجاميع اللي يلتقون بالسلطة جزء من هذه الثورة، أم أنتم تتبرؤون من هكذا تصرفات؟ أخي العزيز، نحن لم نتبرأ فقط، وإنما نعتبر هؤلاء خونة. خونة في دماء الشهداء. نعم. أنا أتحدث معك بصراحة. يعني وأنت تزيد، يعني من الممكن لك أن تكون على صفحة الشخصية أو تطلع على كل الأمور. أنا أتحدث بصراحة يعني لقنوات الإعلامية منها من داخل الناصرية. وباسم الصريح، ولا أخاف أحدا بصراحة. وهم يعرفون. يعني يوميا لدي أكثر من 4-5 لقاءات وتحدث في هذا الموضوع. هؤلاء احنا اعتبروهم خوانا، وأنا تصدرت البعض منهم منذ عام 2014. عندما كنا نعمل في تنسيقيات العراق، كانت هناك تنسيقيات محافظات العراق بالكامل، وكنا نعقد مؤتمرات في أغلب المحافظات العراقية. وكان البعض منهم في ذلك الوقت كان البعض منهم يحاول أن يجامل بعض الكتل والأحزاب السياسية. وكنت أحيانا أضطر للانسحاب، وأنا وفد محافظة، أنا مع مجموعة من أخواني المتظاهرين هنا في ذلك الوقت في الناصرية، ننسحب ونعلن على انسحابنا، وهذه الوثائق موجودة لدينا. والآن البعض منهم يعمل في مكتب الكاظمي، وكانوا متظاهرين معنا. وبالأسماء بعض المتظاهرين كانوا معنا في تنسيقيات عام 2013. إذن استغلوا حاجة السلطة لجلب مجموعة من الشارع تدعي أنها تمثل المتظاهرين، واستغلوا حاجتهم ربما الشخصية لمنافع معينة،
وقاموا بانتهاز هذه الفرصة، منها ضرب التظاهرات، منها وضع نفسهم كأنهم الممثلين عن الثورة. أنا بس عندي هسه سؤال بموضوع زعيم ميليشيا بدر هادي العامري. في الأسبوع الماضي خرج من محافظة النجف قال بأن ثورة تشرين مغرضة، هدفها إثارة الفوضى في العراق، ونحن مستعدون لإنهائها إذا استمرت وكانت تهدد مصالح إيران أو مصالحنا مع الجارة إيران. هذا التهديد المباشر وفق القانون، ألا يدين هادي العامري بأي قطرة دم تسقط في العراق على ساحة التظاهر؟ طيب لماذا يترك هكذا يهدد هو وغيره طبعا من أحزاب وميليشيات، وتستمر إراقة الدماء في الشارع العراقي دون حسيب ودون رقيب؟ أخي العزيز، هادي العامري وقبله مقتدى الصدر، علينا أن لا ننسى حتى نكون يعني بشكل واضح، وقبل أيضا مقتدى الصدر أعلن عن تهديده قبل اقتحام ساحة التحرير. نعم. وأعلن، وأنا أيضا كنت في ساحة الحبوب في يوم ما، وكما تهديدي بالعلن من قبل مجموعة تدعي الانتماء، أو هم بحق فعلا ينتمون إلى سرايا السلام. نعم. هكذا ببساطة أنا أتحدث معك بوضوح أيضا وبالأسماء وبالتشخيص الدقيق. نعم. أنا أقول لك ليست هكذا، كلهم يعني في حينما يختلفوا فهم يختلفوا على مصالحهم وعلى الوزارات وعلى المناصب وعلى المنافذ الحدودية. لا يختلفوا على قضية التظاهرات، كل متفق على إنهاء التظاهرات، لكون تظاهرات تشرين وقبلها تظاهرات ما في 25 شباط 2011 هي تعري لهذا النظام الفاسد، وهي الوقوف بوجه القتلة والمجرمين وهذه الميليشيات وكل الذي يجري في بلدنا. طيب. لذلك هم كل الجميع متفق على إنهاء هذه التظاهرات، وهذه الأصوات التي تقول سيأتي بالتأكيد كل من يقوم بهذه الأعمال سيأتي يوم حسابه، ولدينا كل الأدلة ضد كل من يحاول القمع والقتل وأيضا وحتى التهديد. التهديد هي أيضا مادة قانونية يعني صحيح. حقيقة تحاسب الذي يقوم بالتهديد، هذا يعني تهديد على يعني عملية شروع بالقتل أو تحريض على قتل الإنسان السلمي. أنا أوضح أخذت برنامجكم الكثير، لكن لدي أيضا الكثير للحديث معكم. سيد محمد أنا أشكرك شكرا جزيلا طبعا للمشاركة، الحديث لا ينتهي حقيقة حول الأحداث الجارية الآن في العراق من انتهاكات يتعرض لها الثوار تشرين في كافة المحافظات العراقية، صمت السلطة عن القمع الحكومي رغم الوعود الكثيرة التي أطلقتها حكومة عادل عبد المهدي وبعدها حكومة مصطفى الكاظمي، اللي جاءت وفق توافقات حزبية وميليشياوية وادعت أنها تمثل إرادة الشعب وجاءت وفق اختيار الشعب العراقي. مصطفى الكاظمي عبالك محمل العراقيين فضل أنه هو حدد موعد للانتخابات المبكرة، وفترة من الفترات خرج وقال بأنه أنا حققت لكم الكثير من الوعود وعلى رأسها وعدتكم بانتخابات مبكرة ونفذت وعدي. اليوم ردت عليه مفوضية الانتخابات بشكل غير مباشر طبعا، وأثبتت أن هذه السلطة تسير وفق منهج الفوضى، ولا يوجد سياسة ولا يوجد إدارة حقيقية ولا يوجد دراسة للوضع في العراق. ماذا قالت المفوضية العليا للانتخابات؟ قالت بأنه أبلغت الرئاسات الثلاث أو أبلغنا الرئاسات الثلاث بأنه لن نستطيع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. هذا رد على وعد مصطفى الكاظمي وحديثه المستمر الذي صدع به رؤوس العراقيين بأنه سيجري انتخابات في موعدها، هذا نفي وطبعا إنهاء لهذه القصة من قبل مفوضية الانتخابات بأنه لا توجد انتخابات في الموعد الذي حدده الكاظمي. هناك أسباب كثيرة طبعا تقود إلى هذا الموضوع، لكن النقطة المهمة التي نرغب بأخذها من هذا التصريح هو أن وعود مصطفى الكاظمي مجرد هراء كما يراه العراقيون، هواء في شبك، وعود فضفاضة لا يوجد منها أي نتيجة. وهذه الأدلة التي تأتي تباعا كانت من ساحات التظاهر بإراقة الدماء المستمرة، أو إن كانت عن طريق تصريحات من سياسيين ومن لجان حكومية ومفوضيات وغيرها، تؤكد أن الكاظمي لا يعي ما يقول، وهو مجرد محاولة للتخدير، محاولة تخدير الشارع العراقي وتجميل ربما صورة الكاظمي أمام الرأي العام الداخلي. من معنا؟ السيد كرار من الناصرية، تفضل. نعم أستاذ، تحية لك ولجمهور قناة الرافدين الفضائي. حياك الله، حياك، تفضل يا كرار.
نعم استاذي، كما يشاع ويقال في الشارع العراقي بأن حكومة الكاظمي هي حكومة تشرين. نحب نوضح هذه النقطة. حكومة الكاظمي لن تكون حكومة تشرين، بل جاءت بها الميليشيات والأحزاب الفاسدة والمحافظة، وإطلاقا لم تكن حكومة المتظاهرين حكومة تشرين، وإنما حكومة تشرين داعينا بها في كل الساحات، ورفضنا حكومة الكاظمي في كل الساحات، وليس فينا متظاهر من وعد بأن حكومة الكاظمي هي حكومة تشرين، وليس لها في كل الساحات من متظاهرين في كل الساحات عن نصفه. وأحب أنوه على قضية أحداث الناصرية اللي صارت في ذاك الذي صارت في أمس، اعتقال 400 ناشطين، اعتقال ليس كان تعسفي، وإنما هناك نشرة وزعت على السيطرات لاعتقالهم في محافظة ذي قار، والوعود التي وعدتها خلية الأزمة في اعتقالات في اعتقال المتسببين في اغتيال المتظاهرين وإطلاق سراح المتظاهرين، لكن لم تنفذ إطلاقا خلية الأزمة التي جاءت من قبل الكاظمي على الناصرية أن تنهي التظاهر، وتظن ثوار الناصرية ربما بعض الشيء ضعيفين. لا كما شاهدتم من الشباب أن شباب الناصرية خرجوا مرة أخرى للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين وحصر السلاح بيد الدولة وأن تكون وكان الجيش العراقي شاهدت إطلاق النار قبل قوات الشعب. هذه القوات التي أسستها الميليشيات التابعة للميليشيات، ونعلم جيدا أن مكونها من الميليشيات، والجيش العراقي لم يوافق على هذه الأمر وقام بإطلاق النار في الساحات وطردهم من ساحة حبوب في الناصرية. نعم، الحكومة اتهمتكم هي والأحزاب بأنه أنتم ثوار تشرين اللي قتلتوا الشرطي اللي سقط في التظاهرات بإطلاق النار. شنو تردون على هذا الكلام؟ شلون تردون؟ نعم أستاذ بس بصراحة مو إحنا اللي قتلنا، كان إطلاق النار من قبل قوات الشغل التي طلقت النار على الجيش العراقي، وكان رد الجيش العراقي في إطلاق النار. كل زين شفنا المقاطع اللي تصورها الشباب في ساحة الناصرية، في ساحة الحبوب وساحة الناصرية معظمة، بأن قام قوات الشعب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وكان خلفهم الجيش العراقي. وعندما سقط الشهيد من الجيش العراقي، قام الجيش العراقي بإطلاق الرصاص الحي على قوات الشغل، وقام طرد قوات الشغل من الساحات التظاهرات في الناصرية. طيب، قرار صار اكو بهاي الفترة ملاحقات، اعتقالات، حتى شفنا مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه قوات مكافحة الشغب وقوات حكومية أخرى لاحقت شباب دخلوا إلى مدرسة أو دخلت إلى مدرسة واعتقلت شباب من المتظاهرين، هم طلبة أيضا، واعتدت على حرم المدرسة، انتهكت حرمة المدرسة بمشهد طبعا كله ضرب وسحل للطالب أو مجموعة من المتظاهرين الطلبة. طلع مصطفى الكاظمي بعدها بمقطع فيديو طبعا تم ترويجه عن طريق الآلات الحكومية الإعلامية، هو دا يحكي ويا مدير المدرسة أنه أنا أعتذر على ذول الاثنين اللي طبوا، اللي اعتقلوا اثنين من الشباب، ما قال أنه من المتظاهرين، ما قال من المظلومين، لا اعتقلوا اثنين لجأوا إلى المدرسة، وقاعد يتكلم عن أنه إحنا نمر بتحديات وإحنا نمر بكذا، وكأنه هو دا يخاطب رئيس دولة أو دا يخاطب الشعب العراقي، محاولة إظهار صورته بشكل أفضل إعلامياً. أنتوا اللي دي يصير بالساحة تعتقدون أنه الكاظمي ما له علاقة بالموضوع، لو أنتوا تحملوا المسؤولية؟ نعم أستاذ، لا الحمل المسؤولية، لأن حكومة عادل عبد المهدي كان مصطفى الكاظمي في جهات المخابرات ويعلم القتلة ويعلم من قتل المتظاهرين. اليوم الميليشيات المسيطرة على الدولة والأحزاب الفاسدة تريد إضعاف هيبة الدولة العراقية ولا تريد الوضع الاستقرار في العراق، لأن يعني إيران ما يعجب الوضع أن يستمر العراق في وضع
جيد وتصير العراق دولة قوية وتصير دولة ناشئة في المنطقة. إيران تريد العراق بلد كاية، كل من يعني مثل ما تقول كاية. كل نحمل الكاظمي، ليش ما الكاظمي كان رئيس جهاز المخابرات وهو يعلم كل الزين من هو اللي يقتل المتظاهرين ومن هو اللي جاي يقوم باحتقالات الناشطين ومن هو جاي يحط العبوات اللاصقة في بيوت الناشطين والثوار. نعرف كل الزين، كل الحكومة العراقية تعرف، بس متكتم على الخبر ونزيد دم المتظاهرين يروح دم لا كأنما، وتريد أن تحوله إلى مشروع سياسي وانتخابات وهذا هو كأنما. طيب. ما صار لا تظاهرات ولا صارت ما أدري شنو في كل احتجاجات الأرقاء. أنا أشكرك كرارة من الناصرية، شكرا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، طبعا أكو الأخوة المشاركين على الواتساب يحاولون الاتصال بنا عبر البرنامج من خلال رقم الواتساب. احنا نقول بانه خدمة الواتساب غير مخصصة لاستقبال الاتصالات، هي خدمة لاستقبال الرسائل المكتوبة عن طريق المشاركين. لمن لا يستطيع الاتصال بنا عبر الأرقام ويجد صعوبة بهذا الموضوع يرسل رسالة، لكن لمن يستطيع ويرغب بالمشاركة عن طريق الأرقام الموجودة المخصصة للاتصالات، نرجو من المشاركين الكرام عبر الواتساب استخدام هذه الأرقام للاتصال بنا، لأنه خدمة الواتساب يعني بعض الأخوة يعتبون ليش ما تردون، يعني بصراحة أصلا لا توجد طريقة لاستقبال الاتصالات في خدمة الواتساب المخصصة في البرنامج. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. اليوم نتكلم عن الأحداث التي جرت خلال الأسبوع الماضي في ثورة تشرين، ساحة الحبوبي، مدينة الناصرية، محافظة ذي قار، وأيضا محافظات عراقية أخرى. لكن في الناصرية كان هناك قمع حكومي، كان هناك إطلاق رصاص حي على المتظاهرين، أسقط لا يقل عن 5 مصابين من المتظاهرين، وأودى بحياة عنصر من الأمن في الشرطة تحديدا سقط على يد القوات الحكومية نفسها اللي أطلقت النار باتجاهها. طبعا اللي صار أيضا أنه ضمن هذه الأسبوع محافظ ذي قار يعني عن عملية اختطاف أحد المتظاهرين، حمل المتظاهرين نفسهم بشكل غير مباشر، بل حمل المخطوف عملية الخطف اللي تعرض لها، أنه أنت ده تمشي بشوارع ظلمة. يعني هو لو بلد آمن الإنسان المفروض يمشي بأي مكان، هو بلد آمن المفروض، لكن العراق غائب فيه الأمن، فيحمل محافظ ذي قار بدل ما يحمل نفسه ويحمل الأجهزة الأمنية المعنية بحماية المحافظة وتأمين حياة الناس وحمايتهم والحفاظ عليها، يحمل المتظاهر مسؤولية خطفه، تعرضه للخطف، ويقول بأنه نواجه صعوبة بإيجاد المتظاهر. طيب وين الأجهزة الاستخبارية اللي صدعت رؤوس العراقيين من خلية الإعلام الأمني وغيرها؟ اليومية طالعة بأنه عملية استباقية لدحر وكر من أوكار داعش. طيب أنتوا شاطرين على عنصر، على جماعة إرهابية واحدة من أخطر الجماعات الإرهابية على مستوى العالم، وكان هناك تحالف دولي للقضاء عليها، ومدى تقدرون تعرفون مصير بعض الشباب اللي أخذتهم فئات من الميليشيات اللي أيضا إرهابية داخل العراق، اللي ما توصل ربما بتهديدها وقوتها إلى جزء بسيط من خطورة هذا التنظيم الإرهابي العالمي؟ يعني ما معقول هذا الكلام الغير منطقي، أنه أنتوا صدعتوا رؤوس العالم بأنه حققنا انتصارات وده ندحر الإرهاب وعندنا استخبارات تستطيع معرفة من يرغب أو من يقوم بالتخطيط لعملية إرهابية بفلان مكان، وماذا تعرفون تلقون القبض على مجموعة من الميليشيات
أو الأحزاب اللي اعتقلت المتظاهر الفلاني أو الشاب الفلاني من هاي المحافظة أو تلك. عندنا طبعا رسالة من السيد أبو يوسف من الدنمارك على الواتساب يقول: تحية أستاذ محمد، اليوم استمتعنا كثيرا بلقاء الدكتور مثنى الضاري، كان لقاء ممتعا جدا وبه الكثير من المعلومات والرد على مغالطات أعداء المقاومة من حسن نصر الله وذيول إيران بالعراق من تزوير للحقائق، لكن الشعب العراقي بات الآن يعلم جيدا من يقتله ومن يسرقه ومن يزايد عليه، ونتمنى من الدكتور المزيد من المقابلات. وتحياتي. شكرا جزيلا سيد أبو يوسف من الدنمارك. دائما وأبدا هيئة علماء المسلمين وطبعا الدكتور مثنى مستمرون نفس النهج الذي وضع منذ التأسيس لغاية اليوم، مقارعة الاحتلال، محاربة هذه العملية السياسية التي بنيت على باطل إيران وأدواتها والمشروع الطائفي في العراق التدميري التخريبي الذي حاول تجزئة المجتمع العراقي، تفتيت هذا الشعب تدمير اقتصاديا أمنيا سياسيا على كافة الصعد. دائما هناك نهج من هيئة علماء المسلمين في العراق، مشاريع كثيرة قدمتها هيئة علماء المسلمين في العراق من نخبة من المثقفين من أصحاب الكفاءات العلمية، قدمت مشاريع وطنية كثيرة للخروج بالعراق لإنقاذ العراق، مشاريع حقيقة بإمكان الجميع الدخول على الموقع الرسمي لهيئة علماء المسلمين، فحص هذه المشاريع، دراستها، قراءتها، اطلاع عليها من باب العلم بالشيء أنه ما الذي تقدمه هيئة علماء المسلمين من مشاريع وطنية تخدم المجتمع العراقي وترغب بإخراجه من المحن التي يعيشها إلى بر الأمان. من عندنا اتصال؟ السيد علي من الناصرية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. مقاومة من نشأتها لحد هذه اللحظة. الله يسلمك. أنا علي وياك من الناصرية. نعم. تفضل يا علي. في الناصرية في ساحة معركة وليست ممارسة ديمقراطية. أها. حملة اعتقالات وترهيب واستخدام الرصاص الحي واستخدام الرصاص الحي كل كافة أنواع الأسلحة. تهم كيدية ومحاسبة، أي شخص يكذونه محاسبة مادة 4 إرهاب. نحن أهل الناصرية بين نارين، نار الميليشيات، نار التيار الصدري والدعوة والمجلس الأعلى، ونار الحكومة. منذ سنوات التظاهرات لم يقدموا بالقبض على أي متهم أو قاتل أو مجرم. منذ سنوات المظاهرات، أول ما انطلقت المظاهرات وقدمنا شكاوي ودعاوي، وهذا دلالة واضحة على تواطؤ الحكومة مع الميليشيات. نعم. وأكو دعاوي، ناس تسوي دعاوى على شخصيات حكومية ماكو محد مشابيها ولا واحد اعترف بيها ولا واحد قال. الشعب العراقي ضاغط، الدستور معقد. نعم. إذا أنتم تبدون ممارسة ديمقراطية ما تنزلون للشارع تحكون ويا الناس، يا بنتم ايش تردون عليه وايش طالعين؟ شنو هاي الجايز؟ ليش ما ينزلون؟ حملة اعتقالات، محافظ الناصرية يبوقوا ينهب الكيف، الشعب الدستور سقط. صوت الشعب هو الدستور، هو الدستور طلع، هو الدستور. شنو الدستور غير الشعب العراقي؟ الشعب العراقي كله طالع. انا حاكيك على مستوى الناصرية. صحيح. شعب مصدر السلطات، المتظاهر يقدم الدماء، الكتلة الأكبر والحزب الأكبر هو الشعب العراقي. نعم. ليش هذا الكلام ما ترغب السلطة باستماعه؟ هذه أصواتكم وهي مناداتكم والشعارات والمطلب اللي حطيتوه إنهاء هاي العملية السياسية، ليش الحكومة ما تسمع هاي المطالب وهاي الأصوات؟ حبيبي أنت، الدستور خرق. تدري أنت من خلوا عادل عبد المهدي وبعد خلوا الكاظم؟ أول ما خلوا عادل عبد المهدي الدستور اخترق، لأن ما خلوا بتصويت وكذا. بل حتى قبلها يا علي، حتى قبلها الاحتلال هو اللي حط الدستور. أي شيء يخرج من إيد احتلال هو باطل. الدوام معطل، الشوارع مقطعة، الدولة سائدة. يا أخي لا نقدر نتنفس، أعطوا مكان ترفيهي. تمشي بالناصرية، الناصرية عبارة عن صيدليات، كبارات وأطباء. الناس مرضى، أمراض سرطان، يعني صحيح. ما شاف عراق انتهت، يعني ما في. أنا أشكرك يا علي من الناصرية، شكرا للمشاركة. عندنا سعد من السعودية، تفضل يا سعد، حياك الله. بارك الله فيك يا أخونا المقدم، وبارك الله في هذه القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه العصابة المجرمة والعصابات اللي تعازرها كانوا يعملون على
مقدرات الشعوب. نعم. الحين صاروا يعملون على دماء الشعوب ولا يهمهم، يعني انت هذا العصابات هذه ما يهمها ولا على حساب مقدرات على حساب دماء، والحين وصلوا لمرحلة على حساب دماء يعني. نعم. فالحمد لله هذه الثورة المجيدة البطلة من هذا الشعب الكريم والشعب المناضل. نعم. أسقطت 3 وزراء رؤساء وزراء والرابع في الطريق إن شاء الله، وأسقطت كثير من هذه العصابات وكشفت هذه العصابة على كل شعب العراق والشعب العربي والشعب الإسلامي. نعم. وأنا أقول إن شاء الله منصورين بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سيد سعد من السعودية. ويانا زيد من السويد، تفضل يا سيد زيد حياك الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك وقناتك الموقرة ولكل العراقيين من زخ ولحد الفوق. حياك الله. تحياتنا لأبطالنا الثوار كل الصحافة العراقية من شمالها إلى جنوبها. نعم. أستاذ محمد، في بداية الحلقة تطرقت لجملة: هل تتحمل حكومة الكاظم المسؤولية أو المسؤولية؟ أستاذ محمد، كأنما يعني نقول تلك الخصام وأنت الخصم والحكم، يعني هم جزء كبير من من هذه الممارسات اللا أخلاقية، هذا القتل، هذا الدم، فهم مو يتحملوا المسؤولية، هم ضليعين بشكل مباشر في إيذاء الشعب العراقي وقتله وقمع. ونقطة أخرى، لما تكلم معك الأخ محمد من الناصرية، تكلمت أو تحدثت عن بعض الوفود أو الوفد اللي يدعي أنه يمثل الثوار والتقى بالحكومة. هي الثورة أصلا رافضة لكل هذه العملية السياسية. فكيف تلتقي بالحكومة وهي رابطها أمتها؟ صحيح. والنقطة الأهم من هذه من هذا كله، أين الجيش العراقي؟ قيمة الجيش العراقي اللي ضباطه وجنوده أكثر حلف ويمين أنه يصونوا مقدرات الشعب العراقي ويحافظوا على الشعب العراقي يقتل هذه الرتب وهذه النجمات، أسأل وينها؟ قد ما حلفوا يمين وينهم عن الشعب العراقي اللي يقتل اللي يدمر الشعب العراقي؟ المفروض اليوم الجيش العراقي يأخذ زمام المبادرة وينهي كل ما موجود بالخضراء وكل من لف لفه من ميليشيات. يعني هذا الكلام لو كانت المؤسسة العسكرية أو الأمنية بشكل عام في العراق خاضعة لضوابط معينة من المهنية وتم تدريبهم وتأسيسهم بالشكل الصحيح، لكن للأسف في العراق تم تأسيس جيش وفق رغبات الاحتلال الأمريكي، وفق شروط ومعايير معينة مبنية على أساس الطائفية أولا قبل كل شيء، ودمج الميليشيات وكل من لف من الأحزاب داخل هاي المؤسسة العسكرية، يخرج منها في بعض الأحيان بعض الشرفاء والنزيهين ولا يزالون، والوطنيين اللي يخافون على الشعب لكن يعيشون في دوامة كبيرة حقيقة من الفساد ومن التحزب ومن الطائفية. فشفنا نماذج، شفنا الضابط اللي في البصرة علي المالكي لما حاول يوقف معمم شايل مخدرات، قامت الدنيا على هذا الضابط ومحاسبات وملاحقات وسجن وعزل، ويعني صارت قصة كبيرة، ويروح وزير الداخلية يعتذر لمعمم شايل المخدرات، أو اللي صاروا بالناصرية حاولوا يوقفون ويا أبناء الشعب بعض منهم من الجيش، تم إطلاق النار عليهم من قبل القوات الحكومية. يعني للأسف المؤسسة العسكرية في العراق مخترقة، ومن الصعب أن تجد التوحد هذا اللي تطالب به حتى يوقف الجيش مع الشعب. أستاذ محمد، إذا أراد، أنا أتفق مع كلامك جملة وتفصيل، لكن إذا أراد الجيش العراقي أن يثبت أنه جيش صح التاريخ 48 و73 والقادسية الثانية، على الجيش العراقي أن يقف وقفة مع الشعب العراقي ويحقن دم أبناء الشعب العراقي ويقنص كل من أتى من خارج الحدود من حيث ما أتى. نعم. سيد زيد من السويد، أنا أشكرك، وصلت فكرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. عفوا. عندنا أبو محمود من الرمادي، تفضل يا أبو محمود حياك الله. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون حال أبو أخوي؟ الله يحفظك، الله يبارك بك، حياك.
استاذ محمد الله يخليك، البارحه استاذ ناجح ميزان اي كان قبل ويا اهل المظاهرين، شو هالبارحه راجع يعني البارحه راجع ويا ذوله ويا الحكومه، يقول لي احنا البارحه كل واحد عنده معتقل الليل ما نامه اي الليل البارحه اللي مر على الاسلام ما مر على المعتقلين. نعم استاذ ناجح ميزان البارحه يقول ان احنا ذول المعتقلين يعتبرون ذول المقابر الجماعيه. نعم فيمكن استاذ ناجح ميزان جاي يتلطف. ها جوز نعم جاي يتلطف لا وداير يعني داير نفسه ويا الجماعه. فاحنا شو نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم فاس هسه طلع على التلفزيون من يقول يعني ذول جماعة المعتقلين يعني انقطعهم. هسه طلع طه عبد الغني يقول اني والسيد النائب المحافظ قال محافظة العنبار احنا ندلهم وين بس المحافظ ما يسوي ويانا والحكومة جت جاوب ويانا وموجودين يقولوا احنا ندلهم ونعرفهم ويا مكان موجودين. يعني احنا شنو صرنا طابة يعني ما يعرفون الله ما يسوون على الله ما يقول ذول عندهم اطفال ما يقول عندهم ذول يعني نساء يعني ما عندهم امهات ما عندهم ابهات. تمام يا استاذ الله يخليك احنا وين ننتجه بس وجهونا انتم بالخطاب مالكم على قناتكم الشريفه قناه النيابه. نعم. انتجهم على هذا المكان سيد ابو محمود. انا يشهد الله وطبعا قناه الرافدين. نعم. قائمه على فكرة مساندة المظلوم ومحاولة كشف الحقائق. نعم. أنا أتمنى والله. نعم. أتمنى أنه يكون بإيدي أي طريقة أنه. نعم. يعني أساعدكم أنه أنتم تلقون أبنائكم المعتقلين أو المغيبين، لكن منظمات دولية رصينة لها. نعم. وزن وجهات سياسية تحاول. نعم. وماذا تلقى الحكومة ما تتعاون، الحكومة واقفة مع الميليشيات. نعم. اللي تغيب، بل حتى الحكومة هي نفسها تغيب. نعم. المعتقلين، فشلون واحد يقدر يسعى يلقى بالعراق حل والقوة السياسية والأمنية بيد سلطة غاشمة؟ والقوة لله طبعا ونعم بالله. نعم. أنا أشكرك يا أبو محمود، الله يكون بعونكم إن شاء الله. هاي الصوت وهذه الأصوات بشكل عام اللي الطالب بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء بمعرفة وكشف مصير المغيبين عن طريق الحكومة أو الميليشيات، نتمنى أن يخرج من السلطة أو من الشعب عفوا، السلطة العراقيين غاسلين يدهم منها، من الشعب العراقي الوطني الشريف اللي يجي يخلص العراقيين من هذا الموضوع وينهي ملف المعتقلين والمغيبين. صار هذا الملف تجارة بيد الأحزاب وبيد الميليشيات. منظمة Human Rights Watch والصليب الأحمر، المنظمة الدولية للصليب الأحمر، تحدثت عن رقم مخيف من 250 ألف إلى مليون شخص في العراق مغيب مفقود معتقل على يد الحكومة والميليشيات. أرقام مخيفة، أعداد ضخمة جدا عن طريق الحكومة والميليشيات في معتقلات سرية ومعتقلات علنية للحكومة وللميليشيات. كل هذه الأرقام وكل هذه الحوادث، وهناك حوادث منظمة Human Rights Watch تحدثت فيها بأنها تواصلت مع حكومة الكاظمي، أرسلت خطابات لحالات من التغييب القسري شهدتها محافظات معينة في العراق، رصدتها منظمة Human Rights Watch. أرسلت منظمة Human Rights Watch رسائل إلى حكومة الكاظمي لمعرفة مصير هؤلاء ثمان حالات ثمان أفراد، ورصدت بالتفاصيل المنظمة أماكن اللي تم اختطافهم منها ومن الذي قام بالاختطاف، ولم ترد حكومة الكاظمي على منظمة رصينة مثل Human Rights Watch. فكيف بهذه الحكومة أن تنهي هذا الملف الشائك وهي أصلا لا تتعاون مع منظمات وهيئات معنية بحقوق الإنسان؟ عندنا فيما تبقى من وقت ودقائق بسيطة نقرأ الرسائل الواردة من المشاركين الكرام. عندنا رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. العراق لا توجد به إدارة تشعر بذات المسؤولية أمام نفسها أولا وأمام الله سبحانه وتعالى، أمام الله سبحانه وتعالى أولا يا أبو حاتم، وأمام نفسها ثانيا وشعبها والعالم. والأجهزة لن تكون في يوم من الأيام شعرت أنها تحمي الشعب أسوة بالأجهزة الأمنية في العالم،
تحمي الشعوب، هؤلاء كلهم مجموعة لصوص حرامية محترفين يسرقون أموال العراق وشعبه لصالح الاحتلال الأمريكي وأعوانه ولجارة السوء إيران. عندنا رسالة، طبعا مثل ما قلنا هناك من يحاول الاتصال، نحن نعتذر عن موضوع الواتساب. حسين من العراق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصفيات على المتظاهرين واعتقالات وعلى الناشطين وعلى البيوت مال الناس يطبون عليها الشباب العراقي، يريدون يتخلصون منهم الحكومة. يقول: أنا حسين من العراق، من أهل الناصرية، مفتاح اختيارات التفجيرات على أهل الناصرية أخو سجنية. ما أفهم الرسالة بصراحة. رسالة أخرى: السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين البطلة، صوت الشعب العراقي المظلوم. الحل الوحيد هو للخلاص من الميليشيات والأحزاب عملاء إيران بثورة شعبية عارمة يشارك فيها جميع الشعب العراقي، والله معنا. يقول: مع الأسف يحكم العراق مثل هادي العامري ونوري المالكي وقيس الخزعلي، هؤلاء كذا إيران مرتزقة، مرتزقة إيران أو مرتزقة إيران عبدت الخميني وخامنئي الدجال، لكن نقول لهم: النصر قاب قوسين أو أدنى، إن شاء الله سنحرر العراق من الاحتلال الإيراني. عندنا رسالة تقول: السلام عليكم أخي العزيز، الأحزاب هاي أكبر عدو للعراق وإيران هي سبب البلاء. طبعا يحمل العراقيون إيران المسؤولية الأولى، طبعا الاحتلال الأمريكي هو المسؤولية الأولى فعلا عن دمار العراق، لكن إيران تتحمل المسؤولية الأكبر من الظلم الذي وقع على العراقيين عن طريق أدواتها في العراق، منفذي مشروعها في العراق من أحزاب، من سلطة، حكومات ما بعد الاحتلال، أحزاب سياسية وميليشيات تنفذ المشروع الإيراني. وإلا شلون يطلع هادي العامري علنا يهدد العراقيين الثوار اللي خرجوا وفق حق يكفله لهم الدستور بأنه يظاهرون للمطالبة بحق مشروع، ويقول ذولا مثيري فوضى وإحنا مستعدين ننهيهم حتى لا يخربون مصالحنا مع الجارة إيران. عندنا طبعا رسالة أخيرة، سيد أبو حاتم من الموصل. أنا أيضا أشكرك سيد أبو حاتم ومعذرة طبعا، لكن يعني كان لابد من التعديل. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.